ادينا بقينا لوحدنا يا سهى، كنت عايزه تقولي لي ايه؟ لا هو انا مش هقول لك، انا بس معايا حاجه عايزاكي تسمعيها. حاجه ايه؟ ثانيه واحده. بعد ما الراجل اللي انا حبيته اختفى رحت لبابايا قلت له الحقيقه، قلت له ان انا حامل فوافق على جوازي من اخوه بالرغم يعني من وجود خلافات بين ابويا وابوه، بس كان هيعمل ايه؟ ايه ده؟ ايه ده ايه؟ انتي عارفه ايه ده؟ مش لازم تنكري. انكر ايه يا بنت انتي؟ مين دي؟ انتي عارفه كويس مين دي؟ هو ممكن يكون الصوت متغير شويه فعلا، بس انا وانتي عارفين كويس مين دي. وعموما لو انتي مش مهتمه بالفويسات دي انا اعرف كويس قوي اوصلها لحد يبقى مهتم بيها. خلو كامل مثلا، طارق. انتي قللت الادب، ربنا يسامحك. خلينا في المهم، اعتقد 1,000,000 جنيه مش كتير خالص على الفويسات اللي معايا دي.